فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتأكيد لو ليك تعقيب على ما جاء في الكلمات اليوم، وكمان إيه أهمية عودة هذا المنتهدى اليوم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بالتأكيد؟ شكرا على طبعا على كل المشاركة اللي تمت خلال الكلمات اللي تم تداولها من جانب الرؤساء ورؤساء الوزراء وكل اللي شاركوا معانا وأثروا بكلماتهم من الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. لكن زي ما انتم شفتم كده ان الكل اتفق على ان احنا رغم ان المحنه بتاعت كوفيد كانت قاسيه جدا على العالم بالكامل، لكن هي ألقت الضوء على اهميه ان احنا نزود من تواصلنا وتزود من استعدادنا لإتاحة فرصة أكبر لشبابنا، شباب العالم كله، إن هو يكون ليه مشاركة أكثر فعالية من الواقع الحالي. مش بس كده، هي اتكلمت أيضا على أثناء الجائحة وأثناء يعني أنا ما رضيتش يمكن أتحدث عنها النقطة ديت في كلمتي عن اللقاحات كموضوع وقد ايه كان هو ليه يعني اثار في العالم كله، على ان بعض الدول كان لديها الفرصه ودول اخرى لم يكن لديها الفرصه في توفير اللقاحات لشعوبها في ظل هذه الازمه. ما لكن عايز اقول ان دي ايضا القت الضوء على اهميه التشارك العالمي في مجابهه التحديات بشكل عادل مش مرتبط بقدرات اقتصادية أو بقدرات حتى تكنولوجية وعلمية. اللي أنا عايز أقوله إن أنا قلت قبل كده في بداية الجائحة ديت إن عالم ما بعد كورونا هيكون عالم مختلف عما كنا إحنا عايشين بيه قبل كده. وأنا شايف إن إحنا فعلا رايحين لكده. وعايز أقول للشباب اللي موجود، احنا مش هنعرف كل حاجة افرزتها الجائحة دلوقتي، يمكن كمان سنوات يمكن تزيد او تقل هنشوف نتائج اللي عملته الجائحة في العالم كله، وهتجدوا ان هي كان لها اثار ايجابية جدا جدا رغم المحنة او المعاناة اللي احنا عانينا منها خلال الازمة. أنا عايز أقول لكم إن إحنا في مصر ما خفناش من الكوفيد، ما خفناش، وهنا في شباب من كل حتة في الدنيا موجود، ولو كنتوا شفتوا الشعب المصري كان بيتعامل معاها إزاي؟ كان بيتعامل معاها في إجراءات احترازية، في تحسب، في يعني اندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة. ده اللي أنا عايز أقوله. لم يتوقف العمل في مصر لحظة، لأن إحنا ده اللي أنا عايز أقوله بقى في النهاية، يعني إن مهما كانت المحنة لا تجعلنا أبدا نتوقف والحياة تقف. لا، الحياة ما تقفش. الحياة هتستمر وهنتجاوز أثرها بشكل كامل إن شاء الله قريبا. يعني شكرا جزيلا.